عزيزي المشاهد، إن هذا البرنامج مبني على مشاهد تمثيلية، وبالتالي المشاكل المفتعلة بيني وبين مريم متفق عليها مسبقاً وغير حقيقية، فلا تصدق كل ما ترى. حار بس انا بخلي مريم اليوم تستانس علي، بس انا ما اشوف شيء بعد. وين زين؟ بس ها شو بعد تسوي فاكهه لمريم؟ يعني بتطبخ مثلا؟ ايوه انا كان الشمس حرقتني. اسمعي عشان مريم تعرف انه ما بس هي تشتغل، هي تتحرى بس ما حد يسوي غيرها، هي اللي تطبخ هي اللي تسوي. بجيب لك صبري اكل حق مريم. شو اوكي قلنا خلاص بنجيب لك، شو السالفه الحين؟ ايوه وهذه بعد انا كاني خلصت كل في الشيره، ولا ايش السالفه الحين؟ اخضر على برتقالي على اصفر على ام الارض، بعد شوي ناخذ. انا الصراحه تعبت من القط فوق الحين. شو تسوي زينب؟ اوه تيتي شو شو تنقي هذه يا طايح تحت بالارض؟ لا مريم ما تغيير الوان. شوفي خاص اللي فوق هالصوت كله خلصته. انت خلصتي؟ ايه. اخافش لو ما خلصتي ليش يعني؟ وش اللي وداك هناك فوق وهذا حواليك؟ ها لا حول الله. شوفي ها ها كل شيء ناشب دني. ها اعطيني زين اعطيني دوش. انا مريم خلصت الصراحه، وهذا شو بناكله بعد الفطور. الحين دورك، انا بروح اتمريح شوي. شو تتمريحي؟ انسان يطبخ؟ لا شو اللي تتمريحي بعد؟ تعي تعي دزيني. ادزش؟ ايه. شو ادزش في الشمس؟ ما قادره دوش. زين هي هي الله. يلا مره واحده بس بعد ادزش. يلا شو شوي. يلا خلاص بعد الزيت. اخ مريم بعد مثال المطبخ. مريم غني لي روحي. لا بالله انا بسير المطبخ. مريم بلا مريم بلا غيره. خي خلاص بروح. يعني مريم خربتي علي شويه. وش خرب عليك؟ راحت المريح انت. انا عن خاطر خمس دقائق الشمس. انا بس في نسمه هواء. ترى انت يوم تتمريحين الهواء شيء يمشي. الهواء حار اليوم بالذات. اقول ليش انت صايمه بالله؟ اي ليش؟ انا ما برمضان غريبه هسه. انت صايمه؟ اي ليش صايمه ويا سليب؟ شفتيني اكل تتمريحي وما اعرف ويش والنبق وغيره، وانت ميلسه تتمريحي وترقط نبق. اي اسوي شو مفاجاه؟ اي مفاجاه دخيلة. بفاجئش فاجئينه انا شاكه. بس هو النص كان في الصحن والنص انا شاكه. استغفر الله على الارض. شاكف شو؟ منش انت صايمة؟ استغفر الله يا سب الشمس. يا رب سامحها. الله يسامحني. يا رب سامحها. هي. ايوه يا سب الشمس وي زي وش تقولي هي وهي 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 لا 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 لها بداية اغنية يعني. ترى انا من كثر ما تعبت قلت لك تعالي دزيني. دزيني. هاي حبيبتي انا اجيب النبق وانت تتمريحين. والله حلوة هاي الصراحة. لا يا سلام. لا هالناقص. انا خلينا نبتدي نسوي اليوم بنسوي. شو بتسوي لنا فطور؟ فطور المريحانة. ولا بالنبق؟ شو؟ بالنبق. لا هذا خليه حق بعدين الفوالة. أنا ما أعرف وين خليت الصحن. تعالي. خليتي تحت الشجرة وركضت. إي صح صح أوكي. الله العظيم. بيبه بعدين قبل الأذان. خليتينا. هي صراحة مريم ما فيني أروح اليوم وايد حر، وأنت شوفي لك حل في المطبخ. أنا نفسي أعرف أنت وين النبق؟ ليش خليتي تحت الشجرة؟ تركت المريح. لا وأنت على طول يلا 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 سد الزيني. والله انا ما اقدر الصراحه. شوفي ليش حل في المطبخ. وش اسوي المطبخ؟ ايش بعد يومين المطبخ؟ ايه نطبخ في الحجره. اساله الحين اقول المطبخ ابوي يجيب لي هذه براده تبرد عليها ولا غيمه ولا شيء عشان هي ما تكهر الحر. احنا عايشين بالحر، جدودنا وجدوداتنا عايشين بالحر ويطبخوا وينفخوا ويصيروا السيوح ويصيروا مندل ويجيبوا الحطب ويجلبوا الماي ويسووا حر. أوه. ما قالوا ما انا بشوف طولنا اليوم. شوف طولنا اليوم الله يخليك. انا ما فيني شو اسمه ما تعبت على من كثر ما هذا على لساني القط. تعبت ما اقدر. شو بسوي اليوم؟ نسيت حتى شو الفطور. بسوي مكبوس دياي. زين مكبوس دياي اليوم. هي مكبوس مكبوس ما اعرف. احنا نقول مكبوس وانا اقول مكبوس. قولي مكبوس مكبوس مكبوس.
مكبوس قلت مو عيش ويوم يطبخوا يسموا عيش لحم على المكبوس عيش شو عيش محمر عيش لحم يوم يطبخوا عيش لحم يعتبروا كمان المكبوس يعني زين مكبوس ما مكبوس انا بقولها مثل ما باها وانت تقولها مثل ما تبيها اتفقنا وهذا الديول وحاولي تخلصي اليوم بسرعه اخو ليش عشان شو اليوم اخلص بسرعه بس ما بوقف وايد صراحه مريم ما اقدر والله عاد انا ما بايدي تعب وبعدين انا متى واقفه عند الشيره القط النبي والله عاد انا ما بايدي هالشيء تعبني يعني احسبي هالعشر دقائق ربع ساعه لو سمحتي اخصميهم من وقتي اسمحتي رجاءا اخصميهم من وقت المطبخ لو سمحتي انا هسه الحين اكلمك يعني هذا اولا انا ما بالماء يعني الطبخه ما بايدي انا علشان اخلصها بسرعه يعني هي. على حسب هي متى مره ثانيه من الفير مثلا قال لي دياي من الفير طبخي العيش شي يعني اللي يسمعها هي تقول هي تنش من الصبح يعني من الفجر تحضر كل شيء وتسوي كل شيء وتجي عشان تقدر تتشرب يعني من اللي يقوم وينش ويسوي ويجهز وهذا انت على الجاهز انت تشوفين انا مجلسه كل شيء ومسويه واحيانا تينا اخذتني النومه مريم لو سمحتي لا تعيبين هذا اول شيء تعبانه شو اللي تعبان فيش وش مسويه هي وكنت سايب لك هذا النبق لا هذا وراح الصحن وراح النبق ارتاحي انت اللي ما شفواله شربي قهوه اقول لك انت اللي ناهيت عند السدره استحريتي عيولي تسيري مكان ثاني تحشي ولا تبق للحشيش ولا تجيبي لين الهوش الحشيش لا 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 ما راح يا حبيبتي بروحي من الجو بارد ما بروح تسيري تقص الزغب ولا تجيب التيل ولا تقص تقور البصل ولا وش بتسوي؟ ما رايحه وقلت ليش تعبانه ما اقدر اعلي نبره صوتي اكثر انت شوي ونياتني الله تعبانه هي زين انت متى يعني بهرت الدياي ممكن اعرف؟ يوم انت نايمه ايه اوكي كله اقول يوم انت نايمه هي تنش اول مره اشوف حد ينش فير عشان يطبخ الفطور اول مره والله لاني اعرف ما في حد بيكون يجهز الا انا ما دام اني انا احب اجهز لازم انش اجهز واخليه وانا اجهز اشياء ثانيه اسير على شغلي الثاني انا يعني. اجهز اشياء ثانيه خارجيه والله انش ضحكتيني وش هالاشياء الخارجيه اللي ناهيه تسويها يلا خبريني وش لا حول الله وش الاشياء الخارجيه مريم انا ما بعلي صوتي انا تعبت وانتي خربتي علي انا ما اتكلم عشان انا صايمه وماروم يعني بعد ما اذا بتخلصي الدياي وشي اذا بنروح نتمريح شوي بعدين بترد الطاقه بعدين برجع اكمل عادي عندي بس تمريحه ايه انتي هذيك الطريق لا لا حبيبتي انتي بتزيني هذاك الطريق وسيري وتمريحي وخليني انا اسوي هسيني باخذ تاكسي وبروح هذيك سيري اكيد المريحانه ترى لا بعيد لا بعيد لا. وين انتي تي تمريحيني انا ايه ان شاء الله بيا مريح اي ما بيا مريح انا بيا مريح شو مريح والله احس اشتطنا النزي بس يلا بس يا عمري مصدقه لا صدقي لا صدقيني زين عاد ما تقربي وجهك مريم عقب تقولي لي احترقت وزينب ما زينب وتمي تصيحي لاني الصراحه اليوم انا تعبانه وما اقدر اشيل حد يعني خايفه يعني انا ابلي شني خايفه علي يعني يعني ها تقريبا يقولون تقريبا يعني ماشي خايفه علي يعني تقريبا لا مريم والله فهمتني غلط انا دوم افشل يا الله مريم انت دوم تشيل الزيت مالك شي هالصوب يمشي على صوب واحد هذا يا يكله من تكي هذا الترتيب الغاز من دقيق هذا ما مركب زين يعني ما مركب زين يعني يوم مركبين وما مركبين والله انت المشرفه على كل شيء في المطبخ احيد المطبخ مالك مشرفه بالمدرسه ولا في مانجلوي مشرفه انا حتى على هذا يوم بركب بعد يشرف علي لا مشرفه على المريحانه يا الله خلي يحترق عشان مكان ما في انزل حطي زيت مريم والله انا عكيفي ما بحط زيت او ما بحط زيت يعني بتقلي على الفراغ على حراره الشمس ايه اعطينا هذا شو تبين قفشه لا تلصق هي ولدي هي هذا يبي وحده ما عاد خيبه قصري يعني مريم مو يدم مطوله ما مطوله ولا شيء عشان يلحق هذا شوي اي شفتيها الحين توزع لا توزع مسام خلتني اياها عصوب حبسل وشو زين والحين انا بفرم البصل ايه انا اقول بعد لا قارت المقادير ولا شيء المقادير ترى انا اقول ليش شوي شوي انت عساش اعطيتيني فرصه انا لا دخلنا المطبخ وانت ما سكتي وحين وانا اعطيتش فرصه لا ما اكثر من شي شو لا ما اعطيتيني فرصه الصراحه ما اعطيتيني ايش تكلمين بدالي بعد؟ ايه ما اعطيتيني فرصه شو بقول ليش؟ صح هي صدقش لا حرام مريم ظلمتش رد الزيت مره ثانيه نعم رد الزيت نفس المكان شفتي ما
مره سكين، مره مضرب، مره ملاس، مره زوره، ما عرفنا لك الصراحه. هذا لازم بكره ابغى حد يعدل. ها؟ جايب لنا حصى عشان نسويها هناك شويه نرفع هذا. كيف مريم الحصى تحط يعني نحط عليها شويه؟ اي بيرتفع. اي. لا اله الا الله. ها شوفي الحين بيرجع نفس المكان. خليه يرجع. الله العظيم. زين. فرمي البصل كبار ولا صغار؟ لا ما بك ما بفرم كبار، صغار. زين. بس بحط كذا بس. اوكي. بس شوية كذا. يعني ما لا كبار ولا صغار. زين. يعني إذا تسوي يعني مثلا عيش ولحم. شو؟ إذا نسوي عيش ولحم. زين. نخلي صغار. البصل يعني. صفين. وسوينا لكن هذا يعني صار مكبوس مكبوس يعني غير شوي عن بس عادي يعني تشي نخليه مريم كبار عادي هذا ترى بيدوب يعني المشينه بيدوب لا بيتم كبار بغير قصة البصل ويقول يعني وش غيرتي في هالجلعين ما ادري ديزاين غيرت الديزاين زين بعرف مثلا هذا اطنز على عمري يعني بروح ايش قلتي بعدين لا تقولي زينب انا مسكينه ما سويت شيء بعدني يعني شو بعد النسك سلامتك ايش ما شيء وبعدين اوكي الحين فرمنا البصل زين وبعده باجي الخضره بعد بتقطعيها ايه وعابلي انت شويه في الدياي وفاصل سريع وراجعين تفضل حرقه الدياي حرقه الدياي تعالي انت سوي بدالي اوكي يلا انت لسه من صاير على صوب اوكي عادي شوفي الحين شو بسوي؟ شو بسوي؟ ترى هو جاهز متحمى. قولي والله خلص. عيون شو ما تشوفي؟ لا نخلي شويه اللون اسود. كيف بتحرقيه وين؟ والله. يعني تعالي طوفي. هو شوف ده. يلا بسم الله. نشوف زينب. انظري عيونك. والله ما غمضتها. خيبة حلفت. زين مريم اقول لك هو ممكن استخدم قفشة ثانية عشان اقلبها؟ ماشي قفشة ثانية. هذا اللي عندي بتسبب قلبك البب هذه ما تدري يلا خذي مكانك ايه يلا 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 رويني المهمة والله ما شليت ولا سكين ولا غيره يلا انا بقدب بعض بشوف يلا تعرفي شو؟ ها شوفي الناس شو تسوي عشان ما تحترق اعطيني شوية اقول لك شيء وخري وخري عني اخي يعني مريم الحين في طرق مساعده قلت لك اعطيني قفشه ثانيه انت ما تبين حتى السكين ما خليتيني كنا تاكل بالشوكه والسكينه هذا يسموه هذا الطبخ البطيء طبخ البطيء اي يعتمد على التقنيات الحديثه ما سمعتي عنه لا احسن خبريني انت عنها الحين الله خبرك المهم كيف بتقصين الطماطم يعني ما تشوفي لا ما اشوف وعي شوفي شو اسوي انا خلاص انا بعطيك شا تفضلي برايا احسن يا ودي ولا خليتي يا محلا اروح الطاوله احسن توفير توفير مريم توفير كل يوم نشتري طماط وبصل ايه. خسرتينا خسرتك ان هي تشتري بروح وياك مره تشي السوق اباش تعرفيني على الخضروات والفواكه اعطيني طماطه ماشي هناك تعرفيني ها ماشي تفضلي ها شفتي سبحان الله انا كني يعني كنت حاسه احساس ايش غريب مريم بتوديني شي مره سوق الخضره؟ بوديش اي بس انا هذا يعني تقولي لي زينب اشتري وانا انقي خافش الله من بينقى؟ انا انت؟ اي خبري مثلا زينب كم كيلو ابد شي بالطماطي بالبصل كزبره بقدونس زين ما علي اوكي خلينا بس ما هذا تقولي لي اوكي وبعدين تقصين علي ويخلص رمضان يا روحي تذكري الحركه اللي انت كل رمضان شي تسوي تطير الخضروات اللي تقصصين يا رمضان يا احنا ما ناكلها برمضان ليش بقيه الايام ما ناكل لا بس شو. يعني هالاشياء ما تستوي المواقف ما تستوي معاك كذا في رمضان شي قصدي ما قلت ما ناكل باقي الايام الصوم كذا مسويين والحر والحر والمريحانه شوفي لازم تسكت لا اله الا الله انا ما اعرف شو هالفنج يعني هذه وحده الكبر تفضلي هاتيها زين زين الحين فرمنا الشو خلينا عاد اول بس ما فرمنا مريم
قصينا ما علي ما علي، فرمنا البصل وقصينا الطماط والبليان البصل وش يسموه علي ولا ايه علي ولا مش علي ولا. وسالت شخص مره لسه مو علي ولا ما رديتي علي انا وش عرفني اذا قلتي لي بعطيك جائزه ما بلا خلي جائزتك ليش زين الحين اشوف ايش بسوي بشيل شويه هذا بحرق الدياي احلى احسن عشان ما تاكلي لا بشرج باكر ما في شيء اثر فيني الحين بركب هذا زين بسوي بهالزيت هذا ادعي لي ان شاء الله الزيت ما يندعر علي يعني انا ما اعرف مريم استخدمي واحد ثاني ما بستخدم بجرب اول هذا انا مو انا مو متيقه اروح مستشفيات بتصل حق السايق اذا انت مبدره انا ما مبدره زين كل يوم بجيب لي انا اقولها شيء وهي تتكلم عن شيء ثاني انت خوزي زين مريم صح انت شو اسمه هذا وش بما اننا حرانه وما خليتيني اتمريح حطي الدايوتشي وقول لي يعني قصه عن خاطري احنا ما راينا نخلص منها شو قلتي مريم ما سمعت يعني صوتك شيء اقول يا الله ما تقول الله يحفظ زينب اقول ان شاء الله ما يصطب علي الله يحفظك وكل رمضان اشوفها وياي اعرف اعرف انك تقولي هالادعيه الجميله بس ما تبي تعلي صوتك يعني كل رمضان اي بس شاطر حطيتي الزيت ما استوى شيء الحمد لله احنا بخير وعافيه يا تفضلي حطي البصل كل وحده اكبر عن الثانيه احسن عشان يوم تاكله بمره تزلطي انت عارفيني ما احب البصل يوم بيطبخ وفي بهارات ما بتقولي ما احب البصل انزين انزين الحين شو بسوي بقطع شو مريم غريبه اليوم يبقى فلفل بس ها هذا اللي يحب ياكل بالفلفل في حد يقول سوي لي فلفل سوي لنا فلفل نبى الاكل شويه حار لان انا ما احب الحار شو زين عادي الليبة ثنتين انت ما بيسوي شيء يعني كسرتي المطبخ عارين الله انا شي خصني حتى على فكره عريلي يت والله بعيد عريلي شي انت والله يت ها عريلي انا احسن احسن شو احسن تكسرين واحنا واقفين في المطبخ شو اي 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 ايه ايه وانا يلا زين زين خلاص زين اوكي لا بيتكسر اليوم المطبخ علينا ما شاء الله ما لازم هذا خليه شو الفلفل ما بتقطعي لا ما بقطع سويتها بايدي ها او بس تنزل ليش زعلانه يعني كذا ما الحره يعني تكسر المطبخ وفوقها فيها حرة سبحان الله ايه حرة مني يلا ان شاء الله ما شاء الله البصل يحمر يعني مريم ها شو يابا هني محطنا ليش 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 يعني ما تنتبه على الاشياء اللي تحطيها انا كل شيء ها في صحن انا عندنا ما شاء الله كل شيء بوفرة انا هي انا محطيها هي ها تفضلي صحن ثاني ليش ولا انتي اللي محطيت انه حطيت شيء انا ايه انا وانا حطيت اي انا اي انت انا بعد لا قصيت هالبق وش يسمه الكزبره عشان احطي بس زين تمام انت يا السبعه هنا ترى انت ما تبي تقولي لي قصه فما مركزه معاي ايش يعني حار اليوم بتحطي كل شيء فوق بعض ها مريم حر 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 ما تشوف الحر صبريني خلي عشان ما يتحم عشان ما يضيع علي هذا شو خلينا اشيل هذا منه يلا اوكي عشان ما يضيع علي يحمر يحترق علي البصل ما فهمتي انت خليني خليني بس بعطيش القصه هذه اذا حصلت شيء قصه على هالجو اذا حصلت لا انت بتقولي قصه عشان احنا ننسى الحر على هذا الحر اللي يانا اي والله صدق انا قلت لك اليوم ما نطبخ انت ما تسمعي الكلام اسوي هذا البطاطس بعد زين زين يتحمر شوي بعدين بحط عليه الطماط اوكي شوي مستعيله مستعيله حط كل شيء فوق بعض الطماط خليه يتسوي مع بعض زين مره حط عليه هذه الوجبه السريعه اي مال سرعه سرعه حمرت البصل انزين سويت البطاطس اوكي والطماط قصدي علي ولا عشان ايه. شويه يحمر يستوي شويه اي انزين سويت الطماط اوكي والفلفل الاخضر واثنين هذا فلفل حار زين بخلي شويونه وبضيف عليه هذا الدياي بعدين ببحره
اوكي مطرح البق يعني الحين انت عضفتيهم كلهم، هالفقيره المسكينه خليتيها بروحها مثل اليتيمه ليش؟ ليش؟ فري وياهم ليش؟ قلتي لي ليش؟ لا انا هي احاتيها زعلانه عليها، ما اقول لك ليش، انا استفسر على فكره يعني ترى انا كنت بقول لك ليش؟ ليش قولي؟ الله ما بقول لك لا بتقولي يعني انا اقول لك ليش انا خليتها؟ لان انا ما اريد احمرها ويا البصل والهذا، اذا حمرتها بتصير نكتها بتروح. اي صح، بس عادي تحطيها مع الفلفل الثاني البارد والحار عادي. بحطيها مع اليوم يوم بسوي هذا الدياي هنا وببهر بعدين بتحطيها فوق عشان ما تذوب. هي بعدين يوم بيها المي وهذا ما بتسوي زين. زين هنا حمرنا هذا الدياي والبصل والطماط. يعني انت علي صوتك مالك تتكلمي القدر. اقول ليش حمرنا الحين البصل والطماط البصل والطماط والبطاطس والبطاطس والفلفل علي ولا علي ولا هو علي ولا ما بطاطس ادري زين والفلفل والفلفل الحين بعد شوي ما بتحطي صلصال ولا ماي؟ صلصال انا ما بحطي اوكي نهائيا. زين بحط صبار. زين مريسة الصبار يا الصبار هذا مسألة تقول شيء. زين الحين بسوي الدياي. يلا حط الدياي. لطيف الدياي بدون ما تحرقينه. حطيت الدياي. اوه تفضل. طهري الاكل كله برا. احسن عشان تذكري. اتذكر شو؟ اتذكر يوم انا اطرش انكتر البصل والطماط وغيري يعني مطبخ مو الاول يعني الاولين شو كل مره تشوفيني متحججه سوي اشياء وقولي المطبخ المطبخ كسر الدنيا وقولي المطبخ الدنيا اي تعالي نسيت البهارات يلا حطي البهارات تفضلي اختي تفضلي اقصر على الغاز شوي يلا قصري انا اسوي البهارات الحين بسوي البزار قفشه بزار لا ما قفشه واحده اوكي 10 هذه هنتين اوكي بعد شويه اوكي حط شوي عن خاطري وهذا الكمون اوكي وهذا الكمون ونحط الكركم قفشه ايه وشوية القرفه اوكي شو هذا يعني معروف الليمون والقرفه والهيل والمسمار والهذا لا ما شي فلفل اليوم كيف في هذا الفلفل الاحمر الدائري ما يبته اوكي هاي اكيد تقولي فيه اوكي والملح بعدين الملح بعدين الملح ما بتحطيه بحط هذا بحط زين خلاص بس اعطيني واحده عشان اسوي الملح استغفر الله تو ايش قلتي ما بحطي ملح احط كيف يعني شيء اكله بدون ملح بس هو معلقتين الحين خلاص اوكي تمام يلا اخلطيه لو سمحتي خليه يستوي شيء على راحته وفاصل سريع وراجعين زين الحين بضيف علي الزينب هذا اللي شو اسمه ما عيبت ان انت اليوم مريم لا 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 ما متحمسه للطبخ لازم شيء يحمس اللي شو اسمه سكت عن الحرم ما اكلني سكت عن الصبار ها ما ليست الصبار زين يلا صبي كله فكينا ايوه بعد الصبار. بس الحمد لله افتكينا زين تمام افتكيتي من شو؟ لا ليش ما فاهمه انا باش تخلصي الطبخه وتركزي معاي وتقولي لي قصه ترى بسويها لك القصه صبري بزيد وماي بعدين انت وش مريم ترى الطبخه ما باقي فيها الا عيش وانت ما متحمسه فانا ابا ازيد حماسك قلنا لك تعالي مريم ايش تطالعني؟ قلنا لك تعالي مريم انت ما تبيك انت بتدخلي المطبخ وانت مره ما يحتاجي يعني او هي الحين بتزيد بكامل طاقتك البدنيه بس انت ما تبين ذاك الحماس اللي بتزيدي لي ايه بس كم كوب ما حطيتي 2 3 4 5 6 7 8 9 اعطيني بحط ازيد ملح شوي ملح بس بزيد ملح انا بشوف ان الطبق اتفاق على موضوع القفش مره ثانيه تكتبي عليهم اسامي عشان انا شي تعبت بصراحه ما ح غير شي انت بيكتب الاسامي مال هذا زين اسامي الليل وش يسموه اسامي البهارات لا اسامي هذه مال الملح هذه مال ما ادري شو هذه مال ما ادري شو صدق والله زين الحين ابى اخليه يتور اوكي لين تستوي لين باكر الحين بنعس المكان بدي لك عالقصه طيب كيف مقهوره مني اي الله قصه وقصه وقصه ها ها يلا اوكي عسي 1 اور ليتر خلصتي يا ابوي تنظيف؟ ايه ارتحتي؟ يلا نشوف الحين شوفي الاكل العيش احترق شيء العيش هو بشوف انت اللي كله تدعي على العيش ما ادعي مريم صار للساعه تنظفين بيحترق وبيحترق
خلاص بقطع عليه. حطي العيش تفضلي. ايه تفضلي متفضل. عشان تتفاجي حق القصة. والعيش ياخذ راحته واحنا ناخذ راحتنا. القصة اللي احنا ما رايمين نخلص من ذي القصص. ايش تقولي مريم؟ انا العيش دائما اخليه اغسله واصفيه من الماء، ما اخليه في الماء. انزين. بس يعني يومية اتوح وما اجلس اشله واتوح. نخليه نصفيه كذا احسن. بس احسن اوكي. الحين احنا العيش خليه يطبخ شوي. مريم ما حطينا ملح ولا حطينا؟ وحطيه محطيه. متأكدة؟ لا ما متأكدة. العدو. ما حد قال لك؟ دائما مستعيله. ايه دائما تنزي. خلي شويه لين يتور، بعدين شويه بقصر عليه لان الحين تحت العيش ابغى شويه يفور. اوكي. وبعدين بقصر عليه عشان ياخذ راحته في الاستواء. زين. فهمتي؟ فهمت. لا ما فهمتي؟ يا ابوي فهمت، انت قصري عليه عشان تقولي لي القصه. شو قصر عليه؟ اقول ايش خليه يغلي شوي. مريم خلاص ليش تتنازعي ليش؟ لانش انت تخليني اتنازع وتخلينا اعصب. يعني اليوم شو اسمه وايد حر وانت بعد تتنازعي تزيدي علينا؟ والله ما اكثر عني انا حرانه انت على الاقل. ولا تمريحنا ولا يبنى النبق. شو تبين اكثر؟ محمد رسول الله. خلي انت تعيشين زي محمد رسول الله. زين خلاص ارحمي الجدر، يقول الجدر يقول ايش ارحميني؟ احرم ارحموني لو تكرمتوا. ايه. انزين. انزين. لا اله الا الله محمد رسول الله. ساعة ضحكنا وساعة زعلنا. انت بروح الزعلانة ما اعرف ليش. بفضل اللي ازعل. انت؟ ايه. على شو؟ خربتي علي، لا تمريحت ولا جبت النبق والصحة ما ادري وين فريته. المهم. ايه المهم الحمد لله بتقول القصة أخيرا. ذكر الله. لا إله إلا الله. صلى على نبي. عليه الصلاة والسلام. قصة ولا ايش قصة يعني كذا كبرها. ايه. على قد ما يستوي العيش. يعني نفس الوقت. ايه. زين يقول ليش؟ ما بترحمه عشان اشوفه، لا عشان اطوي اقصر عليه عشان ما يحترق قاعه القدر. ما بيحترق. تعرفي في ناس تحب الحراره. اي تحب المحروم صح. وايد حلو ياكلوها، يدوروا عليها عشان ياكلوها. فخلي انا اليوم بسويها هذا شو بتخليه؟ اوكي بخليها تحتها مثل الخبزه وبعدين بطلعها وبحطيها على الشيء. اذا استوى هذا سويت الحمد. الله يستر ما يحترق كله. تفضلي. ذكر الله صلى على النبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. امرنا لله. يلا يا بذكر منها شيء ولا ما بذكر؟ المهم اني ولو كلمتين بقولها لك. الف مو مشكله مريم انا راضيه. الف انا لا بألفها. سمعان تنها بعد. الف انا موافقه راضيه صدقيني. شم الريحه. ريحه ابوي نصامه وش انا من الحر مريم اشم شيء الصراحه عشان اكون صريحه معك يعني من الاخر. الحين طلعت الريحه. الحر سكر عليك خشمش يعني؟ اذا تسوي شيء عشان الريحه توصل؟ دوش. والله العظيم يا مريم شميت. هو مدخن شو؟ انزين ما علي ما علي ما علي. انا اباش شويه، انا انت شكلك كنش فاطره، اباش شويه بس شويه شويه يعني انت شكلك فاطره. شو؟ عمرها انت فاطره شو صدق يعني؟ أنا نسيت مريم نسيت. كنت اتغشم وبعدين سويت شيء انا ما حطيت حلجي، حطيت صبعي. الحين اكدتي لي. صبعي يذوق روحك. مش ما صايمه. لا 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 لا، مريم لا تحطي في ذمتك ها؟ يا هلا يا هلا بعدنها. انا ما حطيت حلجي حطيت صبعي. ليش صبعي يتذوق؟ اوكي ليش حطيتي صبعي؟ لان صبعي بيتذوق. انا لا قلت ليش حطي صبعي، قلت ليش تذوقي؟ ترى نسيت. نسيت واحد ينسى مريم من الحر. اللهم اني وهالوقفه صراحه يعني ينسى كل شيء. زين المهم المهم ينسى وصايم فاطر. المهم زين القصه. اي الحمد لله تذكرتي. يعني عنده حرمه ما عنده بنت وامها متوفيه. زين وما اخذ وحده ثانيه والوحده الثانيه عندها بنت. زين فايتيلس يعني الام تعلم بنتها يعني كيف تطبخ كيف ما ادري ايش ما تعلم البنيه البناوتها ما تدانيها ما تحب البناوه خليها بعيد وعليها ياسل ابو ترى يسير يشتغل ويترزق الله وهذا بس البنت البناوه تسمع العمه يوم تعلم بنتها. ايه اوكي مريم هو متزوج الثنتين والثنتين جايب منهم بنات. ديك ام البنت الاول ليش كلها خافت؟ انا قلت بتجيني ضربه بشيء بالقفشه بالقدر. وش اسوي فيك انا؟ وش اسوي فيك؟ اقول ليش عشان انا كنت هذا يعني سرحانه لا فالحين اقول ليش استوعب الوضع. اقول ليش هو متزوج حرم. اوكي متزوج ثنتين. الاوليه ماتت. مات. الله يرحمها وعنده منها بنيه. الله يرحمها وعنده بنيه. فهمتي؟ ايه؟ عنده بنيه واحده منها. فهمت انا ماني مفهم عربي لا؟ عامل تاك الحين عيد. كنت سرحانه ما انتبهت. والله وبعدين تزوج واحده ثانيه والوحده الثانيه عندها بنت. اوكي. فهمتي؟ فهمنا. عندها بنت. زين.
والريال يصير يعني يترزق الله زين. ومحطي البنت اللي هي امها ماتت مع الحرمه الثانيه. ترى في بيته جاب الحرمه في البيت اللي عند في البنيه وحط البنت بالبيت ليه هي عندها بيتها وي. اي صح. هو جاب الحرمه يعني هي وبنتها ما في زعلانه هي. ها؟ ويابها البيت يعني وعاشوا عند بعض وياس العاهيسيس تعلم بنتها. اوكي. تعلم بنتها الهذا. ارحمي انت القدر والعيش ارحميني. عشان ما يحترق عني. ما بيحترق. زين؟ على تعلم بنتها يعني زين. الطبخ تقول لها سوي كذا، سوي هذا، سوي طبخ كذا، سوي هذه ما ادري شو، غسل الملابس ما ادري شو، خم الحوي، نظفي، سوي يعني تعلم البنت بس البنت ما مالت علي. اوكي. مطنشه الام تربي وهذيك البنيه اللي هي البناوه جالسه وتسمع. كل كلمة اللي هي تعلمها لين البنت هذيك تتعلمها زي. تسمع منها تسمع زين تقول لها باكر انت بتعرسي ويوم تتزوجي بيش يعني هذا نصيبك بتصيري بيت لازم بتكون انت تعرف اقصر علي شويونه بتصيري عندك بيت وبكون هناك الطبخه لزوجك وهل زوجك لازم تتعلم الحين ببيت مش للاوليين تراهم يعلموهم الطباخ البنت تصير من البيت تكون عارفه تطبخ وعارفه تغسل غارفه تكتب وعارفه كل شيء حتى احنا عندنا يعني مش يعني كان هذه قصه حقيقيه يعني حتى في عندنا احنا في هذا الاوليات يعني البنات ترى اقول لك نفسي ما شاء الله مريم ها نفس مين؟ نفسك انت بس انا مرات الحر ياثر علي باين اشوف ما شاء الله عليك متعلمه الطبخ على وصوله لا اطبخ وانت موجوده منقود زين وتمينا اقول اهتمينا واكلنا انا عندهم وتمت البنيه تعال تتعلم وهذيك تسمع تتعلم منها كل تعليم علمته لبنتها هذيك اللي تحفظ اوكي والبنت والبنت وايش ثانيه ما منها امل ولا رجاء ما فيها امل زين يوم يعني الخطاطيب يعني خطبوهم زين هذه الحين ما تعرف تطبخ ولا تعرف تتنيل على تسوي شيء يوم نهيلين هذيك ديك خطبوها هذه بنتي تعرف كل شيء تعرف تطبخ وتعرف تسوي الام واثقه من عمرها تعلمها بنتها مره هي. كل شيء فاهمت انه يوم اتزوجت المهم وصارت يوم نهيت هناك البنيه لا تصبح نايمه جالسه لا طبخ لا تعرف تطبخ ولا تعرف قاعده هذه تقول بنتي ايش تعرف تغسل وتطبخ وتسوي هذه ما تعرف شيء تزوجت هذيك البناوه يوم تزوجت البناوه دارت البناوه ما شاء الله عليها كل شيء فاهم كل شيء تعرف كل شيء تعرف لي يعني تعلمت من هذيك يعني هي. من كانت تسمع هي تسمع مرت الابو يعني يوم تقول يوم 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 تعلمها يعني زي. يوم تعلم البنت عاد ردت مرت الابو قالت هي علمت ميه واستفادت مايده ويا ليت ميه ما هتتها الوالدة يعني انا علمت بنتي واستفادت الثانية ويا ليت مية ما هتتها الوالدة يا ليتني أنا ما جبتها البنت ربيتها ولا علمتها يعني كل اللي علمتها صارت هذه اي هذيك تعلمتها علمته هذيك ربيت مية واستفادت مايدة ويا ليت مية ما هتتها الوالدة وخبطت كفينها على بعض إن أنا التعب اللي تعبته مسكينة وسويت اللي هذا يعني هيك تعلمت وبنتي ما تعلمت يعني الحين يعني سبحان الله يعني كل إنسان يبي يكون هو أحسن عن الثاني أو يعني مثلا البنت تكون أحسن عن هذه يعني هذه تعتبرها أنت الحين أخذتي أبوها المفروض تعملها يعني يمكنها بنتش أنت علمتي بنتش علمها هي هذه وأمنش أمانة يعني أنت خذ الرجال هذا خذش أنت عشان هو واثق منك عندك بنية وهالبنات بيعيشوا مع بعض وبيعيشوا مع بعض تعلمي هذا تسوي هذا أنت ما يعرف الأب إنش أنت بتفرقي إنش بس بتربي بنيتك بس تعلم بنته وهذه مسكينة بتخليها بس الله سبحانه وتعالى فاهم وعاء يعني الله قريب ومجيب ويسمع إن هذه فقيرة ويتيمة وما لها حد إلا الله وأبوها بس يعني هي تعلم البنت واستفادت المايدة اللي هي عن البنت اللي كفربت مية واستفادت مايدة ويا ليت مية ما هتتها الوالدة يا ليت لها حمد لا ربيت فيش ورأسها توتو حطت ماشي خلصت هذا الحمد لله وهذه خلص العيش ولا بعده؟ الحين خلصنا بنغرف الحمد لله بالهذا أعطيني الصحن التقديم ما مجهزت لنا حق تعرفي زينب؟ شو؟ تعرف اللي توي اللي قلتها ليش أي القصة القصة يعني تعتبر هذا تقبيل يعني تعرف كان الأولين يعني يوم العيال ما يطيعوا هذا شو يناموا يعني هذا يهووها فيهم يعني
يعني يغنوا لها غني يعني مال هاي القصه هوا يعني هي نقولها يعني لها لحن بس يبكي يعني حزين كلب الطفل هنا بس ما اعرف قولي زين بسمع وش اقول بعد لازم اقوله لازم اقوله ليش قولي اول مقطع شو يا اهلا يا اهلا مريم ويا وليدنا هو ربيت ميا انا ربيت ميا واستفادت مايده ربيت ميا واستفادت مايده ويا ليت ميا ما هتت الوالده اهو ما اروم اكملها بس رقد العيش حزينه هذا العيش خلصه رقد العيش قصدك رقد اي رقد لو سمحت دياي كله دياي كله لا ما انا وايد جوعانه لا بعدين بغرف ليش بعد انت يلا كله تبي تاكل الحين البطاطا بطاطا مريم لو سمحتي نسويها ايوه خلاص خلصنا هذه ما بطاطسه شو بطاطسه اوكي هذه ليمون انت نعرف انه لازم تحطي الليومي خلاص لو سمحتي بس ماشي بابا يلا خلاص خلاص بس بيبي هني بعد النج هذا مكبوسنا مكبوس الدياي وخلصناه وبالهنا والعافيه على اللي بيفطر منه تسلم ايدك مريم الله يسلمك